زيتونتي يا نبضة الوادي الوفي، يلي القرى في ظلك تقيم عراسها. إن وطنا بلا تقاليد هو وطن بلا حضارة. يسعى الفلسطينيون جاهدين للحفاظ على تقاليدهم لإحدى أهم ما يميز تراثهم، ألا وهي رقصة الدبكة الشعبية. تتكون فرقة الدبكة من 10 دبيكة على الأقل، وعازف البرجيول والطبل والشبابة. وللدبكة عدة أنواع، ومنها الكرادية أو الطيارة، وهي تتميز بالإيقاع السريع. دبكة زريف الطول، وهي دبكة تستخدم عادة في الأعراس. دبكة الدحية، وهي دبكة يتميز بها أهل المدن. وسيوف تلمع للعريك مولفي، والخيل تعلد لجمها السنة الثانية علاج طبيعي بجامعة بيت لحم. بدرب فرقة دبكة تبعت الجامعة، طبعا فرقة ملهاش زمان متأسسة، أسسناها بهمة الشباب والصبايا ومس مي والعمادة بشكل عام في 24/9 السنة هاي. أول إشي يعني إنه كانت صعبة كتير إنك تجيب شباب وصبايا، منهم بيعرف يدبك منهم ما بيعرف يدبك. الحمد لله يعني رب العالمين زبطنا الوضع وكل شيء تمام حاليا ماشي. كان أول عرض لنا في 24/10 في ساحة المهد بمناسبة يوم التراث الفلسطيني. صحيح إحنا يعني العرض تبعنا ما كانش 100% عرض احترافي أكيد، لأنه تقريبا ما كانناش لسه شهر متدرب في هاي الفرقة. بالنسبة للمدة اللي دربناها بالثلاث لوحات سويناهم كان اشي كتير 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 حلو، وطبعا هذا برجع لهمة الشباب والصبايا. طبعا اسم الفرقة مجدل، وتم اختيار الاسم. طرحنا احكينا لكل عناصر واعضاء الفرقة من اداريين وكلهم الموجودين انه كل واحد يقترح اسم للفرقة. تم اقتراح كتير اسامي، بس تم اختيار اسم فرقة مجدل لانه اسم معبر اول اشي. ثاني اشي مجدل هي قرية موجودة في 48، عبارة عن قرية مضطهدة ماضي يعني في الماضي وفي الحاضر حاليا بتعاني من كتير شغلات، واحنا ان شاء الله بهم الشباب الصبايا ناويين نستمر حتى لو بعد ما تخرجنا من الجامعة وكل شيء تمام. وبأكد كمان مرة إن إحنا راح نضل مستمرين رغم كل المصاعب اللي تواجهنا من دراسة وضغط في دراسة بجامعتنا وضيق في الوقت، وراح نضل مستمرين. شكراً.